السلام عليكم أصدقائي وصديقتي، كي دايرين؟ اليوم غنقراو نص الشريحة حق الطريق. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل يوم جديد إن شاء الله. النص الشريحة حق الطريق. قد قال لي اليوم صديق: كيف تسير في الطريق؟ قلت له مبتسما: أمشي بمنظر يليق. أسير في أقصى اليمين وفي ممر الراجلين، منتبها في كل حين لكل أخطار الطريق. أسير دوما للأمام، منتبها نهج السلام، محافظا على النظام، مراعيا حق الطريق. شرطي المرور مرشدي، بما يقول أقتدي. يأخذ دوما بيدي، يخرجني من كل ضيق. حق الطريق. قد قال لي اليوم صديق: كيف تسير في الطريق؟ قلت له مبتسما: أمشي بمظهر يليق. أسير في أقصى اليمين وفي ممر الراجلين، منتبها في كل حين لكل أخطار الطريق. أسير دوما للأمام، متبها نهج السلام، محافظا على النظام، مرائيا حق الطريق. شرطي المرور مرشدي، بما يقول أقتدي. يأخذ دوما بيدي، يخرجني من كل ضيق. إلى اللقاء أصدقائي، ما تنسوا تديروا لايك واشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل يوم جديد.